يعني في البداية فقط أريد أن أذكر بأنه العراق، وكما أشار الأستاذ مازن الرمضاني فيما يتعلق بعدم ترك العراق وحيدا من قبل القوى العظمى، صحيح هذا أمر نحن يعني متفقين عليه، لكن تجربة الدولة العراقية مع الولايات المتحدة بالذات وخاصة بعد 2003 ومع كل الدعم التي قدمت إلى العراق ورغم الاتفاقية الاستراتيجية في عام 2008، لكن لم نجد هناك تطبيقات عملية، وبقي الملف العراقي في أروقة وزارة الدفاع الأمريكية ولم تخرج خارج هذا يعني خارج الوزارة. والآن ربما وزارة الخارجية الأمريكية دخلت على الخط وتحاول أن تعيد العراق إلى على الساحة الدولية والأقليمية بالذات، وخاصة التوجه نحو حلفائها الكلاسيكيين في المنطقة وخاصة السعودية ودول الخليج ومجلس التعاون الخليجي. لكن كما أشرنا بأن هذا يتوقف على مستوى الأداء العراقي، هل إنه فعلا العراق كدولة والسيد حيدر العبادي يستطيع أن يستفيد من هذا الدعم أو على الأقل التواصل من قبل الولايات المتحدة مع الولايات المتحدة للقيام بأدوار جديدة والدخول في مرحلة جديدة باعتبار مرحلة الشراكة. ونعلم جيدا كان هناك بيان مشترك من اللجنة العليا، اللجنة التنسيقية العليا فيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي الذي وقع في عام 2008، كان هناك بيان مشترك و يعني هناك الكثير من الطموحات الأمريكية في الدخول إلى الاقتصاد العراقي.